تنزلش سوشي مع عنكرة. خارجين كمان شوية وردينا دخلت الأوضة بتاعتي تحط ميك اب، فأنا قلت طالما هي في الأوضة بتاعتي أنا اللي هحط لها ميك اب النهاردة، فيلا بينا. أنا عارف شوية خطوات بشوفها من النت، اللي هو مثلا بنحط الفاونديشن بعدين البرايمر بعدين ال الفاونديشن بعدين الروجاجو والحاجات دي. روجاجو، انت عارف روجاجو دي اتلغت من 2007 مش الروجاجو ده اللي كان بيتحط هنا؟ اسمه بلاشر دلوقتي. يا لهوي على كمية الميك اب. تعالي نبدأ بأول خطوة. بصي ما تعلقيش عليا خالص وسيبيني للآخر وكده على كده هطلعك كويسة. سيبيني نفسك. أيوة أنا بس إيه؟ هو ده الفاونديشن صح؟ أيوة ماشي عرفته جامد والله. طب ده إيه؟ هو مش ده اللي هو الفاونديشن اللي هو ال استنى ده روج ده بلاش ده روجاجو ده روجاجو. يلا طب الفاونديشن ده بيتحط على ايه؟ انا بشوف الميك اب ارتست بيحطه على ايديه. لا مش لازم تحطه على ايدك، مش لازم تحطه على ايدك. طب حطه على وشي على طول. حط على ايدي انا. طب استني. ايوه استني هيدلق كده، ارفع راسك اكتر. لا ده استني. نقطه نقطه. لا احطه على وشها اهو. دي عاملك معاملة البسكوت. ليه؟ يلا هاوي نقطة نقطة. افرده بدي؟ لا لا انت مش جايبة فرشة؟ بيوتي بلندر مفيش. طب هاتي مناديل. احنا بايدك 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 فاتح قوي عليها. هنحط خيمة. طب تيجي نستعمل دي ولا هتبوظ؟ مش هتفرق. في فرشة تانية؟ في فرشة تانية بايدي. بس تانية هاتي الخيمة. طيب ده فاتح عليا دي الفرشة دي سهلت الموضوع يا حبيبي. دي فرشة اصلا باودر. نحط على الرقبة برضه عشان تبقى نفس الدرجة فرق اللون. هاتي ايدك عشان الناس متعرفش انك لونك صناعي. مش لازم برضه نعمل الاخر. الحقونا احنا بنقول لكم. ايوه فعلا. ايوه اهم حاجه الطبطبه عشان التجاعيد. رانا انا عندي استني عندي باليت فاونديشن. فاونديشن انا عندي باليت فاونديشن بتاعت ماما هجيبها فيها الوان. يا رب يقع وميركش. يا رب ما يلاقيش الباليت. يا رب اي حاجه. يا رب انت مش بتعرف. يا نهار اسود. استني هنرفع. بس هي مناخيرها رفيعه. هنرفعها اكتر من كده. دي خطوات خفي المراخيل. استني اعمل حاجه دبليو واسعه كده. بيحطوا كده عشان يعملوا الجو لاين. عشان رودينا ما عندهاش جو لاين ولا عندها مع الخدود. خد نزل الجو لاين. ممكن نبقى نزود حته فاونديشن هنا كده. هو انت هتطيره ازاي؟ ما هو يا بنتي بيتعمل له بيكنج. بص شايف البيج فاتح؟ اه خد وحط في النص على دي عادي؟ حط في النص هنا. نهار اسود. استني عايزين هنا عشان الخد نرفعه. والناحيه الثانيه كل ما اعمل خطوه قرب في بودره بتطير كده. لا هو حمر الخدود. حط بس ماشي قربي كده وبيني للناس. نهار اسود. هاتي الخط تاني يبقى قده. لا بس ده كده بقى اكبر. استني نكبر ده حته. بس احنا عملنا بلندنج كده بايدينا. حلو. دي ايده مش نظيفه. لا ايده نظيفه. تعالي كده تاني. هتعالي يا حبوب لمده 10000 سنه. فين الكونسيلر ده؟ كونسيلر ده قلت غالي ده؟ لا تقيل تقيل مش غالي. مفيش حاجه تغلى عليك بس يعني. هو غالي بجد؟ احي لا 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 نقطه هنا في الحته دي بس. الله الله. استني هو بيعملوا الهايلايتنج. بصي انا بشوف اللي هما بيعملوا كده عند الخدود دي وبيرسموا اللي هو الخط ده عشان ما يبقاش غامق. لا استني قربنا قربنا. فاضل بقى ايه؟ نعمل مناخير. ايوه بالظبط. بصي والقوره كمان عشان قورتها منوره. ايوه نعيده كل الدور اللي عملناه. نفتحه تاني. الحلو ان احنا نفتح القوره ولا نغمقها؟ لو هي قريتها كبيرة هنغمقها. بس هي قريتها مش كبيرة. طب نكبرها ازاي؟ احنا مش عايزين نكبرها. طب ما انت بتقولي قريتها مش كبيرة. ايوه هنحط فاتح عشان بس تنور فوق كده. شايفة الخط اللي انت رسمته عند قريتها ده؟ في خط بني كده في شعرها. فين ده؟ فوق. ممكن انت تمسحه شوية.
رغم بس انا حاسس يعني بصي ده بنفسي ايدك اللي كان فيها الكونسيلر صح مزحت شعري انا لو حسيت يا رنا ان انا شفتها في الشارع هقول انها حاطه ميك اب اه يا عشان عارف في ناس تحط ميك اب طبيعي اه انا عايز اخلي الميك اب طبيعي ده دي بقى ناس مش بتحط ثلاث طبقات فاونديشن عايز اغمق الجو لاين تاني عشان نخلي وشها زي كايلي جينر كده. طب بص بص هقول لك حاجه، شايف الفرشه السودا دي؟ اه السودا الكبيره آه. الكبيره مش دي، لا دي اصلا بتاعت اي شادو. لا استنى والله هي صدقني احنا كايلي جينر بتاع اه كده، فاحنا عايزينها هي 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 وشها كده. عمليات يا حبيبتي زي كان عايز ميك اب ب 2 جنيه ونص ليه؟ ده حاجه اهي بصي حق الفيديو ده تديني 3000 جنيه انا نازله بس كده. ما تضحكيش عشان مراخيرك. عارفه المشكله في كنتور من شويه كفايه زيت كفايه. لا انا عايز اعمل بس الجو لاين مره كمان، عايزين نرسمه كده. عارفه تامر حسني عنده الجنب كده عامل كده، احنا عايزين نعمل نفس الرسمه. وهي ما عندهاش العظمه دي، ما احنا هنعملها بقى. لا هي ما بتتعملش. انا عندي فكره جامده. بصي يا روان احنا نغمق من هنا بعدين نحط هنا طبقه فاونديشن فاتحه، فتبقى دي فاتحه ودي فاتحه فتبان ان ده حقيقي. انت عارف ان انت حطيت طبقه فاونديشن كمان على وشها على الرقبه يا زكاوه، ولا يعني رو... يعني مش هقدر اوصف لك المنظر هيعمل ازاي. وكفايه كونتور انا صراحه عجباني، بس حاسس ان هنحط هنا كده بس شعرها بجد كانت حلوه قبل ما تيجي. طب الودان نحط عليها هو شعري باظ قوي. لا حاجات بسيطه حاجات بسيطه عشان يا بنتي بصي لون ودنها على بشرتها مختلف تماما، فحاسس ان عشان انت قاعد بتكنتر على ودنها. انا مش عايزه ابقى محمد منير. غمقت الودان شويه فتحنا لون وشها، فاحنا عايزين نفتح لون رقبتها عشان يبان ان احنا مش حاطين ميك اب اصلا. ايه يا ابني في ايه؟ الهدوم باظت. انا حاسه بسيول كتير. طب نرجع ثواني معلش ثواني عشان مروحه مش عارفه اروح. احنا دي الخروجه. استني خلاص كده حلو، لازم بس نبوظ البلوك. استني لون، تعالي نعمل ايديها بالمره. لا مش درجه ايديها يا بنتي عشان لون ايديها. لا لا والله انت ايديك ليه محمره؟ اهو ايديها لون لون ولون. شايفه لون ايديها مش لون وشها، احنا محتاجين نعمل ايه؟ لا هلبس بكم هلبس على ايدي. نحط الدرجة دي، عارفة بشوف ميك اب ارتست بيعملوا كده عشان لا بس بيبروا الناس نوع البلد. ماشي. انت هتفرجيهم نوع البلد كمان؟ دي اصلي ولا مضروب؟ لا والله اصلي، دي مش من هنا، دي اصلي يا جماعة مش من هنا، من ماركت نوتشيل ريفوليوشن. معلش. طب ده جليتر غمضي. طب فين السادة؟ اللي جنبه. دي هنحطها عشان اللاين ما يعديش، عشان لما نرسم الاي شادو يبقى خطه ستريت كده. انا نفسي الفيديو ده يوصل لحوالي انسان. وجهك يا روان دايما غمضي عينك، بس انا حاسه ان بقبقه عيني بتطلع. روان بصي بالله عليك، شايفه ازاي عامل كده؟ الله. بصي احنا عايزين ندرج، يبقى نحط تحت لون غامق ونفتح باللي فوق. تحت فين؟ تحت هنا. استنى لا العكس العكس يا بنتي، لا السموكي العكس، اسود بره او الغامق بره. ماشي اسود، احنا وصلنا اسود. طب مش في حاجات بتقع مش عارفه ايه ده، ما هو عشان بيحط بتاع. لا روانا انا مش عاجبني البلندنج اللي حاصل هنا ده، حاسس ان احنا محتاجين نشتغل عليه اكتر من كده. اهو غمض عينك الحقونا يا تلحقونا يا ما تلحقوناش. بصي هو الشكل حلو بس في حتة تظبط كده، يعني عايزين نبقى ننضفها. مش بتمسكر. ماشي ده ممكن، عشان احنا عندنا كام روج؟ عندنا اتنين صح؟ ده ممكن نرسم بيه من بره وده نبنى بيه من جوه. لا في واحد بنرسم بيه، في ليب لاينر. فين ده؟ انت هتعمل اورنج ولا بينك؟ اورنج. في واحد تاني كده على بني هيمشي اكتر. استني بس احنا عامة ممكن نكبر شفايفها صح؟ مش كل ما نرفع اللاين ده كل ما شفايفها بتكبر. بس يعني مش للدرجة دي، احنا بنرسم اللاين بتاعنا اهو. ريحته جميلة شمه. ايه ده ريحته حلوة قوي.
حس ان انت عايزه تدوقيه. ريحته كاكاو. ادوه زياد حتى ليك سنيني. طعمه اللي هو زي شوكولاته. شوكولاته هو ريحته كده ايه؟ لا بص افتح دي واشرب. والله طعمه عجبني. هن كلاوين في ال بس السيل. بصي عندنا مشكله اللون ده مش لاقي مع اللون ده. تعالى حطينا لا 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 عايزين نخلي فوق بني. استنى هنستعمل بني يعني طلع لي مثلا 8 تجاعيد زياده في قسطه. ايه ده بس ما بيطلعش. لا انا بشوف بيحطوا بودره. ده مش بودره ده زي بيتفرد. ايه ده البني اللي طلع ده؟ بص اهو كده كده ماشي. جامده اقسم بالله. والله العظيم جامده. تيجي نعملها غمازه. عندي مش محتاجه. اضحكي كده. ايه ده بس تغمضها. بس عايزين نكبرها بقى. على فكرة ظبط يا روان. هو ايه ده؟ هو الوش تحسيه عايز يخش في بعض. فاحنا اللي هو نعمل كده ندخل كل حاجة. مش بهزر بجد. عايزين نعرف بس مكان الغمازة ونغمقه. النهاية دي كمية التوست. اضحكي. هو هنا؟ لا احنا هنا بعدناها شوية. المفروض تبقى هنا. المفروض هنا. عارفة فين مش شوكك. نعملها بلندنج بقى. الله لا بقى طبيعي. الله طبيعي. طب اضحكي كده وري الناس. بالله عليكي مش لما بتضحك الغمازه بانت. لا بقول لك ايه تيجي نعمل لها روح فين؟ حسنه. تيجي نروح نعمل لها حسنه زي حسنه بتاعت سمية خشاب. بقول لك ايه زمان ايام ماما كانت بتحكي لي ان الحسنه دي كانت رمز الجمال. فماما في خطوبتها عملوا لها حسنه هنا. هنا ولا هنا؟ اختاري انت. هي سمية خشاب حسنتها هنا ولا هنا؟ معرفش ان سمية خشاب عندها حسنة. هنا خلاص احنا حاطين فوق الشفة مش عند الخد. هنا؟ فوق الشفة مش عند الخد. خش جوه كده؟ واحدة تانية وسطر. شكلها طبيعي. طب بالله عليكي حسنة مش طبيعية؟ مش حاضر الويك اند. عجباني. نسينا نحط هايلايتر كده عشان ايه لما عربيه قدامك تضرب نور تدي اشاره. بس كده يا جماعه وده اللوك النهائي بتاع الخروجه ان شاء الله. هو بس عايز اتعدل عليه شويه حاجات يعني تخيف في دي وبس. فهي هتبقى تظبطها وهنخرج كمان شويه وبس كده. ده كان فيديو النهارده. مش عارف ليه عملنا في نفسنا كده بس انا اعتقد النتيجه. انا الصراحه راضي عن النتيجه بنسبه 70%. اعتقد مع الممارسه لو مسدس مع الممارسه الوضع هيبقى احسن. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب والكلام ده كله ولايك. تبعتوا له حقوق الانسان. تبعتوا الفيديو ده لحقوق الانسان.